السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي رد فعل ياسمين. في البداية بحب أشكر إخواتي اللي ببعتوا لي روابط وتعليقات جميلة جدا، أنا بشكركم جدا. وبحب أشكر الأخت ريهام نانو اللي بعتت لي على فيديو النهاردة وقالت لي اعملي رد فعل عليه. وكمان بشكر الناس اللي بتشارك فيديوهاتي على الفيسبوك، بجد أنا اتفاجئت لما لقيت قناتي كده على الفيسبوك. أنا يعني بجد حاجة جميلة جدا، فرحتني جدا والله. أنا مش عارفة أقول لكم إيه، أنا بشكركم جدا على المشاركات الجميلة بتاعتكم دي. هنخش بقى في الموضوع بتاع النهاردة، هنتكلم عن الطيارة الصفراء. هي قصيدة للطيارة الصفراء، هنشوفها النهاردة مع بعض، بس هنتكلم عنها الأول. هناخد بس نبذة مختصرة كده عنها. القصيدة التي أبكت الملايين لشاعرة ترسي شقيقها الشهيد، هي كلماتها بسيطة جدا لكنها مؤثرة لكل من ينشدها، بتغلبه طبعا الدموع. كان مدربه الفريق الكشاف الإسلامية بيشوفوا الأطفال بيبكوا، يعني فكانت تعليماتهم ابكوا في التدريبات لكن لا تبكوا أمام الجمهور الذي يشاهدكم، للحفاظ على قوة التأثير ونقل شحنة المشاعر للجمهور. صاحبة القصيدة دي يا جماعة امرأة كفيفة، سمعت بأن أخيها وجماعته اشتركوا يعني اشتبكوا مع الطيارة الصفراء، أخوها ده يعني شقيقها الوحيد، وتذكرت بيوم التحق بالمجاهدين فرحان بقى فرح بالدنيا، ويعتقد أن الثورة مسألة بسيطة وتحسم بسرعة ثم يعود لوالديه. وكانت تخاطب الطائرة بلغة البشر، فتخبرها بأنها لا تملك يعني ما تملكش إلا شقيقها، ده هو شقيقها الوحيد. تخاطب أمها لأن أمها توقفت على الإنجاب، يعني هو أخ شقيق بس. وتخاطب أمها وتعزيها وتقول لها كفي يا أمي عن البكاء، يما إسي ما تبكيش، يعني ما يعني كفي عن البكاء. هي بجد قصة جميلة ويعني بس هي طبعا مؤثرة، يعني هنشوفها النهاردة مع بعض. أنشودة الطيارة الصفراء أو قصيدة الطيارة الصفراء بصوت المغني بكاكش الخير، تعالوا بينا مع بعض شوف الفيديو، نرجع لكم في آخر الفيديو، اتفضلوا معي. يا فرحنا الدنيا
قصيدة يعني بجد حاجة مؤثرة جدا. يعني شاعت كلمات هذه السيدة الضريرة، فكانت تنتقل في المناسبات ولا يعني والعائلات، من مناسبات وعائلات يعني، كانت عشان أخاها وكده فبتترحم على الشهداء، وكانت بتحضر الأعراس والعزاءات، يعني فرح أو عزاء، بتعزي نفسها وبتعزي أخيها وبتعزي الناس في أزواجهم وأخواتهم، لو حد يعني توفى وكده فبتعزيه، كانت بتعزيه. ودي كانت من تقاليد العائلات، بيتقاسموا الأحزان والأفراح مع بعض. وانتقلت كلمات هذه الأغنية من منطقة إلى أخرى يعني، وصارت تغنيها كل من فقدت أخ أو عزيز، يعني أي حد فقد حد عزيز عليه كان بيغني الأغنية دي. يعني بجد أنا يعني لما سمعتها طبعا اتأثرت جدا، لأني يعني افتكرت ناس عزيزة على قلبي وناس غالية على قلبي فقدتها. فربنا يرحم الشهداء يا رب، ويرحم كل حد عزيز وغالي على قلب حد. أنا بشكركم جدا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم على خير، في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.